معانا على الهاتف حمادة هلال النجم الكبير. زكي حمادة، ما تحرمش منك، ربنا يخليك يا حبيبي. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك. وانت طيب يا اخويا يا جميل، طيب انت، ربنا يحفظك. ازيك يا استاذه نانسي، كل عامله سنة ايه؟ وانت طيب يا حمادة، ويعني وحضرتك طيبة. كل سنة صراحة بتبسطنا وبترعبنا في نفس الوقت بالمداح يعني. لا ان شاء الله مفيش رعب ولا حاجة. مفيش رعب، مفيش رعب، ده احنا، ده حرام عليك اللي بتعمله فينا كل سنة ده. لا يعني ان شاء الله يا رب تعدي على خير. المهم ما يكونش حاجة حصلت في الكواليس مرعبة. بصوا يعني مش قوي يعني. لا احكي لنا بقى يا حبيبي، احكي لنا حاجة حصلت السنة دي. والله بص، انا ما بركزش في الحاجات دي. طب بس قول لنا حاجه، انت اتعودت خلاص يعني، انت بقالك 4 سنين اهو وكل سنه بيحصل حاجات مريبه في الكواليس، فاعتقد ان انت اتعودت خلاص يعني. لا والله انا شايفها يعني ما فيش حاجه بتحصل يعني، النور يقطع بتاع يعني، حاجات بسيطه، حاجات بسيطه يعني بيلعبوا بس. كاميرا تعمل ايرور وبتاع طول الوقت بتاع عادي ده العادي. لا بس ان شاء الله ربنا يطمنك. والله يا حماده. لا والله ما في حاجه، انا شايف ان والله الامور كلها يعني ما فيهاش اي حاجه بتحصل، لان احنا في الاخر احنا بنعمل عمل مسلي وخلاص. مفيش حاجه يعني، احنا في الاخر يعني بنحاول بقدر الامكان، بيبقى الفيجوال بيبقى مختلف، تبقى الجرافيكس بتبقى في تطور اكتر، ف والحمد لله. الصراحة ما بنعملش كمان المواضيع الجدية قوي اللي فيها حاجات تأذينا احنا في مسلسل يعني. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل حاجة، احنا في الاخر في فانتازيا موجودة، في حاجات حقيقية بتحصل، بس في نفس الوقت احنا بنحاول نعمل بقى الموضوع ده بشكل كده، بصورة مختلف، بنحاول نعمل سوبر هيرو بطريقة كده عربية. انت كمان يا حمادة يعني، انت كل جزء الصراحة بيبقى فيه حد اتحرق في الجزء اللي قبليه، وبعد كده بنرجع فجأة نلاقيه موجود معانا يعني. اعتقد ده كان حصل مع تامر شلتوت في الجزء الثاني، ودلوقتي بيحصل مع سهر الصايغ. ايه اللي بيحصل وازاي مش هي اتحرقت؟ ايه اللي حصل؟ بيرجعوا تاني ازاي؟ ما ده دي حاجات عرفناها ومعلومات، ان مفيش بني ادم يقدر يحرق حد، هو بيعمله في الحاجات دي، في الحاجات الحياه بيحبسه حبس. ايوه، بس ما بيحرقوش. فاللي هيخرج ده مش عايز بقى نحرق بقى، ده لسه قدام. احكي لنا على فتحي عبد الوهاب بقى معاك السنه دي. ما فتحي ده طبعا انت عارف ان فتحي ده صاحبنا من زمان. ايوه، واخونا يعني، بس احنا كنا طول الوقت بنبقى ايه يعني، مقابلات، لكن لما نشتغل بقى مع بعض، لا انا اتفاجئت في فتحي. يعني لا ده فتحي يعني في حته ثانيه خالص، بني ادم بسيط طيب، اخلاق، بيحب اصحابه يعني، ما بيفكرش في اي حاجه اللي يقول لك انا وبس والحاجة. لا خالص. ايوه صحيح. لا انسان جميل، كريم، طيب، ممثل بقى الواحد بيستفاد من خبراته طبعا يعني، بيدي طاقه للي قدامه. انا مستمتع بصراحه مع اخويا وصاحبي الاستاذ فتحي بصراحه. الناس مستنيه جزء خامس للمداح قبل ما الرابع ينزل. قول لنا بقى الخبر ده يقين بقى يعني، ده حقيقي هيتعمل كده ولا لا؟ بص انا بحب صبر المداح، وبحب اساطير المداح لو اتكتبت حلو، وبالعكس احنا طول الوقت احنا بنحاول كل سنه، مش لوحدي بس، كل ما هو فريق العمل من الاستاذ احمد سمير والاستاذ امين جمال ووليد الاستاذ وليد ابو المجد والاستاذ شريف يسري. نيجي بقى على الناس المهمه زي الاستاذ صادق الصباح وانور، وطبعا في ناس موجوده جديده من شركه التنفيذ اسلام الدخاخني واحمد الدخاخني. الناس دي ناس محترمه قوي، ونفسهم يعملوا عمل مختلف. فلما بتلاقي معاك منتج عايز، مش فارق معاه الفلوس، وعايز يعمل صور وتكاليف بس في مكانها الاساسي، ليه لا؟ مظبوط. لك ليه لا نعمل؟ ما طول الوقت انت بتحاول، اصل انت في الاخر انت بتعمل دراما مختلفه عن الدرامات الموجوده. مش بقل حاجه، مش مفيش كل الدراما اللي موجوده درامات جامده جدا جدا، ومسلسلات السنه دي انا متفائل بكل اصحابي عاملين شغل عالمي يعني. بس دايما الواحد بيحس ان المداح انت بتتكلم في حتى الحوار في حته ثانيه خالص، مظبوط، في حته ثانيه خالص، صح، بتتكلم في مواضيع ثانيه. طب صح. احنا ليه ما نديش للحته دي زي الخواجه ما
فبيرفع من قيمتها. صح مظبوط عندك حق. وهو ده اللي حصل، ده اللي حصل، والحمد لله. اتمنى ان انا اعمل منه اجزاء كثيره جدا، اتمنى يعني. وكمان بنشكر طبعا احمد سمير فرج المخرج الجميل، وامين طبعا جمال المؤلف الجميل طبعا. عاملين انتوا يعني ثلاثي فظيع مع بعض، ان شاء الله كده من نجاح لنجاح يا حماده، والف مبروك وان شاء الله نشوف خامس وسادس وسابع وعاشر. ما تحرمش مباركتك علينا. وعايز اقول لك يا استاذه نانسي، انت معاكي ادوارد ده قدم الخير على اي حد اشتغل معاه. انا عارفه والله. انا عارف يعني ده العتب، انا مسميه الارض الخضراء. يا حبيبي يا حبيبي يا حماده، ربنا يخليك ليا. وش السعد على كل البشر والله. دي حقيقة. احلى مسلسل عملته في حياتي ولي العهد. ده في حياتنا كمان يعني. لحد النهارده الناس بيقولوا لي يا جهجهوني لحد النهارده. يا جهجه حبيبي يا جهجه. حبيبي يا حماده، شكرا ليك. حماده تكسر الدنيا ان شاء الله. شكرا جدا.